وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة. اختلاف العلماء نقمة، هذا كذب على الشيخ. اختلاف العلماء في أمور الفروع والاجتهاد هذا ليس نقمة، هذا مطلوب من العلماء أن يجتهدوا وأن يبحثوا، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. فالاجتهاد مطلوب والاختلاف فيه لا يذم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الفتوى، كل يقول بحسب ما ظهر له من الدليل، ما تقلد أحد وأنت عندك مقدرة، تأخذ بما يتضح لك بالدليل، والآخر مثل يأخذ بما اتضح له. فهذا من النوع من الاختلاف، هذا محمود لأنه بحث عن الحق، بحث عن الحق. أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق، اختلاف في الحق، لا يجوز الاختلاف في الحق بعدما تبين، بل يجب أخذ الحق ولا تجوز مخالفته.